النهارده معايا ديزاينر فنانه عامله حاجات حلوه قوي وهي خريجه جرافيك، وهسالها كمان دلوقتي حاجه مهمه قوي، ايه الفرق بين الرسام ومهندس الجرافيك او مصمم الجرافيك؟ بس خلينا كده نرحب استاذه ساره بدران. ازيك يا ساره؟ اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله، شكرا والله. يا انت قاعده معانا دليله والست ام كلثوم، مش معقوله كده، حقتيني. ايوه، لكن بس حكايتك كده مع التصميمات وعلى الصناعه، دخلت ازاي وعملت ايه؟ انا اصلا خريجة فنون جميلة، فمن وانا طفلة وانا بحب الرسم والتصميم وتركيب الحاجات وكده. بعد كده اشتغلت في شركات دعاية واعلان. بدأ شغلي الناس تقولي انت شغلك فني مش تجاري. في الدعاية والاعلان في شغل تجاري وفي شغل فني، صحيح. بس فحسيت ان انا عايزة احط حاجتي دي على لبس، على دراس، على سكارف، على بدأت الأول حطيتهم على طابلوهات، بعدين لقيت الطابلو صعب في بيعه وصعب في تخزينه. اللبس هيتباع أكتر من الطابلوهات. أيوة. أكيد من الصور. أيوه بالظبط. وحسيت برضو لا اللبس أحلى. بس أنا مش برسم. من ضمن الحاجات اللي الناس ساعات بتختلط عليها الأمر، يقول لك يعني إيه مصمم؟ يعني مش فاهم يعني بتعملوا إيه؟ المصمم دايما بياخد الصور يحطها في جملة مفيدة. يعني ممكن تدي حد ثلاث صور وتدي حد تاني ثلاث نفس الثلاث صور، ده يصغهم بطريقة وده يصغهم بطريقة تانية خالص. صحيح. فهي دي فكرة التصميم، بتجيب صور من، بس طبعا احنا عندنا حقوق ملكية، يعني عندنا بنجيب من ويب سايتس مدفوعة، الفنانين بيبيعوا الصورة دي، انا باخد بقى الصور واعمل تصميم. صح. بس هي دي فكره المصمم. طيب دلوقتي انت عامله حاجات حلوه قوي بصراحه، وعامله حاجات، يعني النهارده هنشوف حاجات شتوي وحاجات صيفي. وما بقول صيفي، في ناس تقول لي خلاص احنا داخلين على الشتاء، لا، بس في ناس كتير قوي في الشتاء بيروحوا غردقه، شرم الشيخ، الاماكن دي بيلبسوا مايو والكلام ده، فهنشوف حاجات زي كده. ومش هفوت الفرصه ان انت حاطه لي اتنين مهمين بالنسبه لي فنيا وفي حياتي في وجداني، دليدا وست ام كلثوم. احكي لي الاول ست ام كلثوم. اولا عاجبني قوي الطريقه اللي انت عارضه بيها الاشارب. ميرسي. فاحكي لي كده، ايه ده وايه الكلام ده كله؟ ده نبذه عني انا شخصيا، يعني وعن الفكره نفسها. فكره ام كلثوم، هقول لك حاجه هتضحك، يعني كنت بهزر مع واحده صاحبتي بقول لها لو ام كلثوم كانت عايشه كنت همسكها الاشارب بتاع اس بي ديزاينز كمنديل. فجات لي الفكره من كده، بما اني جرافيك ديزاينر، يعني دخلت على الفوتوشوب وقعدت عملت بقى ايه اختراعاتي، وبعدين قلت ايه، انا من عشاق داليدا، انا فرنسي وانا كمان، فانا كل اغاني داليدا حافظاها، فانا من عشاق داليدا، فقلت ما ينفعش ما اعملش داليدا يعني. صحيح. فحبيت اعمل برزنتيشن كرييتيف حلو قوي 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 قوي. ثانك يو بجد. ثانك يو. يعني الاثنين احلى من بعض، وجايبه لي هديه انا. ايوه، مخبيها ورا داليدا. ايوه. يا رب تعجبك. تيشيرت مش كده؟ ايوه. اوكي، ايه ده؟ افتح من فوق. اصل هي قالت لي انا عامله لك مفاجأة في التيشيرت، فعايز اعرف ايه المفاجأة. نزلنا الفيسبوك والانستجرام. لا انت بتهزري؟ انت باخد حاجات من اللي في بيتي حطها. بصوا التيشيرت، انت شفتي الفيديو اللي كان متصور في بيتي؟ وخدت كله على فكره، انا معجبه جدا ما شاء الله. ربنا يخليك. هنا شارع الشريف. دي اليافطه بتاعتك على فكره. اليافطه بتاعتي، صح، هي بالظبط. وهنا الباب بتاع البيت. اوكي، وحياتي هي مملكتي، وانت وده الحاجه اللي انا كاتبها. وهنا في السبيل اللي عندي في البيت والتماثيل والكلاب بتاعتي. هوتش اهو. ومين كلب؟ وبانزي. وشجر البانز. تحفه، بشكرك. يعني حلوه قوي، هلبسها واقعد في البيت. بشكرك. اهو بقى دي فكره الديزاين، هما الاثنين زي بعض. هديه مقبوله. انا بقى مش عارفه مقاسك، فرحت عامله بقى مع نفسي. تجن. هو ده فكره الديزاين بالظبط. انت خدتي حاجات. طب انت صغتها بطريقه مختلفه. الفستان ده انت اللي عاملاه؟ طب قومي اقفي. اوكي، حلوه حلاوه. خليكي واقفه كده زي ما انت عشان نجيب التفاصيل بتاعته. فريش قوي، والالوان، وحتى الطقر اللي انت مختاراه بهنيكي عليه. تحفه.
صح. شفت خدت بالك، خدت دي وحطيتها هنا وهنا. ايوه برضه. لا ليه استريح لا لا شغل مش ما بتهزريش. طيب خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف بقيه الكولكشن الخاصه بيكي. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت. الله 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 على الحاجات الحلوه. برحب مره ثانيه بمصورات الازياء استاذه ساره بدران، وحاجات حلوه قوي، قطن مصري حلوه قوي انت مستخدماه. خليني اتكلم عن المايو. المايو الرجالي اللي بيتلبس في حمامات السباحه والبحر، يمكن ما بلاقيش كتير في مصر عاملين المايو. انت عاملاه بخامه ووتر بروف، اسمها مايكرو فايبر بالظبط. فحلو ان انت بتصدري الحاجات دي. مش بصدر يعني، بس اللي هي فريندز اند فاميلي. واحده صاحبتي رايحه امريكا. لا احنا عايزين نصدر كميات تاخد معاها. استني بس، فيسبوك وانستجرام حالا ينزل. اي مصري عربي شايفنا في اي مكان في الدنيا هي ممكن تعمل كميات. شايفين حاجاتها حلوه قوي، الخامات تجنن اللي هي عاملاها، الوان حلوه. الحاجات دي في الغسيل اخبارها ايه؟ زي الفل. فله جربتها كتير جدا. فله ده ممكن قبل الميه السخنه. انا عايز اسالك حاجه، انت عندك مصنع ورشه بتصنعي في حتت؟ لا بس عندي يعني مصنع بقى بتاعي دلوقتي. أوكي. مش انا اللي بمتلكه. بس بقيت اودي له كل حاجه، لان بصراحه الفينش بتاعهم حلو جدا. تحفه الفينش. يعني هي مفيش غلطه، كل ده بصانع. ده مش انت مش عامله حاجات اطفال؟ لسه شويه مش واخده قوي على مقاسات الاطفال، بس الطلب مني مايو اطفال. يعني في ناس قالت لي الصيف الجاي لو ما عملتيش مايو اطفال، عشان عايزين الاب وابنه ماشيين نفس الديزاين. فناويه ان شاء الله بإذن. الحاجات كلها احلى من بعضها. تيجي نشوف اخر جزء. اتفضل. يلا بينا مزيكا. انتي عامله الاشارات حولتيهم الى بانشو الى فستان، صح؟ صح. ازاي كده؟
فعلا انا بص معجبه جدا بان الناس اللي بتمسك السكارف تحوله بلاوز، تحوله بونشو، في الصين اول ناس عملوا كده والفار ايست مبدعين مبدعين. صحيح. فانا قررت ان انا ما الموضوع ما يبقاش بس اشارة حجاب، هو انا ببيعه حجاب، وعجبني فكره ان حتى المحجبه ممكن مره تقوم لفه على رقبتها. صح. والغير محجبه هتلبسه بالطرق دي ولو حتى صح. شفت فستان من غيره ملوش روح. صحيح. اول ما تحطه عمل اضافه جامده جدا. شرفتيني ونورتيني، حاجتك كلها احلى من بعض. ميرسي انت جيت لنا، وميرسي انت قعدتي معانا الست ام كلثوم والجميله دليله. اشكرك شكر خالص جدا للاستاذه ساره بدران على وجودها معانا النهارده. كل ما يبقى في كولكشن جاهزه اهلا وسهلا بك. اشكرك.